مبروك عليك السكرتاريه. اهو كله شغل. علشان كده ما بلغتنيش. لا انا اديتك فكره من كام يوم وما استنيتيش تعرفي رايي. هو في ايه يا عيسى؟ هتفرق معاك ايه علاقات عامه من السكرتاريه؟ هتفرق معايا سر بيه. لا انا مش فاهمه تقصد ايه. لا انت فاهمه كويس. بلغيني انا عايزه. ليه؟ عايزه خلاص. الشيء ده مكافأة ليك. ايه ده؟ ده مكافأة ليك. مكافأة على ايه؟ عشان حافظت على أسرار الشركة وما رضيتش بقى لنعيم. لا شكرا. في حد يرفض مبلغ زي ده؟ أنا رفضت 1,000,000 جنيه من نعيم وكان ممكن يبقوا أكتر على فكرة. أيوة وأنا عشان كده بعوضك يا عيسى. مش محتاج حد يعوضني. اتفضل. هي دي استقالتي. طب ممكن اعرف ايه الاسباب؟ لو كنت عايز اقول كنت كتبت. ايوه بس انا من حق اعرف السبب. لما تمضيها. وانا مش همضيها غير لما اعرف يا عيسى. تمام وانا في بيتنا لغايه لما تمضيها. استنى عيسى، انت عارف ان انا محتاجك في الشغل. انت مش محتاج لنا، انت محتاج لسارة. انت مين فاهمك كده؟ محدش فاهمني حاجه. هي باينه قوي بس انت اللي مش واخد بالك. بس ده مش حقيقي. لا حقيقي. انت افتكرت انك هتقدر تاخدها مني بفلوسك لما ضعفت قدام الحاجات اللي جبتها لها واللي لسه هتجيبها لها. بس اللي ما تعرفوش ان انا مش هسيبها لك. فاهم؟ مش هسيبها لك. انت بتعمل ايه؟ هسيب الشركة. ليه؟ انت عارفة ليه؟ طب خد اجازة وفكر شوية. فكرت خلاص. كل ده عشان اوهام في دماغك. وفي دماغه هو كمان اللي سمحت له انه يفكر فيكي. انا مش مسؤولة عن تفكيره. وبعدين ما هي اخته بتفكر فيك، حسبتك يعني انا على كده؟ من غير حساب، اديني ماشي وسايبها. يعني انت تجيبني اشتغل معاك وفي الاخر تسيبني لوحدي؟ لا ما هو انت ماشية معايا. يا سلام، ايه ده امر يعني؟ لا ما هو انا مش هسيبك معاه لوحدكم. انا مش عيله صغيره عشان تجرني وراك مطرح ما انت عايز. وما قلتيش الكلام ده ليه بقى وانا بمشيكي من عند شاكر عرنوس؟ ولا لما جبتك هنا؟ ولا لما سبت الشغل في شركه معاها علشانك؟ لما كنت بعمل كل حاجه انت بتحبيها وبطلت اعمل كل حاجه انت كرهاها؟ لما كنت بشتغل بدل الشغلانه ثلاثه علشان ما اجبركيش تعملي حاجه غصب عنك او ابيع نفسي لحد ممكن ياخدني منك؟ انا لو حاسه ان ياسر هياخدني منك ما كنتش فضلت معاه ولو لحظة واحدة. يا ست كفاية إن أنا شايف كده. هو أنت كمان هتشوف بالنيابة عني؟ طب ما إحنا طول عمرنا بنشوف لبعض وبنحس لبعض وبنحلم لبعض. أنت ما اتغيرتيش غير لما جيت الشركة هنا. بس أنا هعرف أرجعك زي ما كنت. يلا معايا. انا مش عيله صغيره وانت مش واثق عليا. يا انا يا شغلك في الشركه دي. اتفضلي يا ده هيكون مكتبك وهزودك 3000 جنيه عن مرتبك عند ياسر وانا واثقه ان انت هتبقي مبسوطه عندنا. ميرسي جدا، كفايه ثقتك فيا. ده مكتبي وهكون جنبك طول الوقت، لو احتجتي اي حاجه في اي وقت تقدري تكلميني حتى لو انا في البيت. مفهوم. صباح الخير. صباح الخير. علاء مدير الحسابات والمستشار القانوني بتاع الشركه. امل سكرتيرتي الجديده. اهلا وسهلا. تهيألي اتقابلنا قبل كده؟ فين؟ في شركة الشواربي من سنة ونص تقريبا. صح؟ ممكن. علاء اصرف لها شهرين مقدم واشرح لها الشغل واحدة واحدة.
ماشي. مبروك عليك الوظيفة الجديدة. الله يبارك فيك. بعد إذنك. اتفضل. وانتي سبت الشركة عند ياسر ليه؟ ما قدرش تعبي معانا. وناوية تتعبي معانا؟ والله أنا ما تعودتش أقصر في شغلي. طيب بصي، أنا هنا مش مجرد مدير حسابات أو مستشار قانوني للشركة بس، لأ. ده أنا مدير الشركة في غياب مدامها. يعني باختصار، أي حاجة تحصل في الشركة، أي مشكلة، لازم تبلغيني أنا الأول، وأنا هبلغ المدامة. بس هي ما فهمتنيش كده خالص. لا، الظاهر إنك ما سمعتيش كويس. مدامها قالت إن أنا هعلمك الشغل، ودي أهم حاجة في الشغل. فعلا؟ أوكي. ياسر ما مضاش الاستقاله بتاعتك، يبقى عاوزك. بالعكس، عايزني انا اللي اصمم على الاستقاله عشان تبقى جت مني. بص، انا ما انكرش ان ياسر اهتم بساره زياده يعني، بس انت برضو ما تنكرش ان هي اللي سمحت له بده. انت لما قلت لي انكم بتحبوا بعض، ما جاش في بالي ابدا انها تستجيب لياسر بسهوله كده وتقبل منه كل الدهوله لغايه دلوقتي. ما جاش في بالي، لكن جه في بالك اللي اخوكي عمله. ياسر أخويا الكبير يا عيسر، أنا مقدرش أتحكم في تصرفاته ولا في تفكيره، حتى لو أنا كنت رافضه. بس أنت تقدر تتحكم في سارة؟ يعني مش طبيعي برضو إنها تفضل في الشركة وأنت تمشي؟ هتسيبها، أنا قلت لها كده. وهي هتسمع كلامه؟ طبعاً. خلاص، هي تمشي وأنت تستنى. بعد اللي حصل مش هقدر أفضل مع ياسر في مكان واحد. أظن يهمك إن أنا ما أزعلش. طبعاً. أنتِ أكتر حد واقف جنبي. وده اللي أنا عاوزاه منك. تقف جنبي اليومين دول. ما تمشيش يا عيسى. تعالي يا ستي. قولي لي بقى، إيه رأيك في الشقة؟ حلو، بس هو انا مش فاهمه، هو احنا ايه اللي جابنا هنا؟ تقدري تقولي كده يا ستي ان الشقه ديت هديه مني ليكي. جايب لي شقه هديه؟ ايه المشكله؟ ما انا قبل كده جبت لك عربيه وانت قبلتيها. بس العربيه انا هروح بيها مشاويري، وانت قلت لي ان انت هتخصم قسطها من مرتبي. لما شقه ليه؟ هنتجوز فيها فجأة كده؟ لا طبعا مش فجأة. انت عارفة انا بحبك وبموت فيكي كمان، وخلاص قررت ان انت مش هينفع تبقي لحد تاني غيري. انا اصلا كنت هطلب منك اجازة علشان افكر يعني اذا كنت هقدر اكمل في الشركة ولا هسيبها. حتى لو هتسيب الشركة يا سارة مش هينفع تسيبيني انا. ايوه بس انت عارف ان انا اوعي تقولي مخطوبة لعيسى. بيحبني. وانتي؟ انا من صغري طبعا. انت من صغرك عمرك ما شفتي حد غيره، ما كنتش فاهمه ان انت تستاهلي حد تاني احسن. كان مفهمك ان الفقر والحرمان هما تمن حبك ليه، صح؟ بس انت يا ساره اكتشفتي مع الوقت ان حبه عمره ما هيصبرك على فقر، وان الفقر ده يا ساره عمره ما هيحسسك بطعم الحب. فاهماني؟ مش قادر انسى اللي انت عملته معايا، بس معلش جايب لك شغلانه جديده بمرتب اعلى. مع مين بقى؟ معايا. ما تستغربش، انا جاهز، بس من يومين كنت عاوز اخنقك بايديا، بس بصراحه كده لما نزلت السوق ما لقيتش حد في امانتك. ابو نصر؟ نصر ده دراع اليمين، انما انت بقى تبقى فص الشمال. فص؟ دماغي التانيه اللي بفكر بيها. مش عارف، انا محتاج وقت اريح فيه شويه. انت بتقول اي كلام؟ انت بتدور على شغل من تاني يوم سبت فيه ياسر؟ ده انت متابعني كويس بقى. اكيد، بعرف انك ذكي،
مش هتضيع فرصة زي دي. سارة انت ذكية وعمرك ابدا ما هتختار عيسى وتسيبيني. وانت فكرك ان ماما هتوافق تتجوزني ليك؟ مين بس جاب سيرة ماما دلوقتي؟ قصدك ان انت هتتجوزني من وراها؟ مؤقتا. نتجوز من وراها مؤقتا لحد ما هي بنفسها تقتنع ان انا انسب عريس ليكي. يعني ايه مؤقتا؟ يعني نكتب عقد ونمضي عليه احنا الاثنين. عقد عرفي؟ اه. وساعتها هتبقى مراتي على سنة الله ورسوله. والشقة دي كلها هكتبها باسمك. وتقدري يا ستي تعتبريها مهر. لا. لا طبعا أنا مستحيل أعمل كده. سارة. أنا مصدقت رؤيتك. سارة أنا بحبك ما ينفعش تبقى. لو بتحبني بجد سيبني أمشي دلوقتي. لا 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 سارة. سيبني بقول لك. سألت عليها في الشركة قالوا لك إن هنا ولا حاجة؟ من غير فضايح، هي فين؟ هي مين دي يا بابا؟ سارة. لو حد ضحك عليك وقال لك إن سارة موجودة هنا؟ سارة! سارة! هو انت ليه مصمم ان هي موجوده هنا؟ على فكره يا عيسى انت كده بتخسر كتير قوي، مش بس بتخسرني انا شخصيا، لا انت بتخسر ساره كمان. تخيل بقى هي لما تعرف ان انت شاكك فيها وجاي لحد هنا عشان تدور عليها، هيبقى شكلك عامل ازاي؟ مشيتي امتى من عنده؟ هو مين؟ ياسر. قصدك من الشركة؟ من شقته. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت ما كنتش عنده في البيت؟ لا ما كنتش عنده. ولو عرفت انك بتكذبي عليا اوعى اسيب ايدي. انت لا ابويا ولا اخويا عشان تحاسبني. من امتى؟ من ساعة ما البيت فهمك ان انت خلاص ما بقتش محتاجالي؟ والله لو انت شاكك فيا قوي كده سيبني في حالي. ولو كان على الفلوس اللي اديتها لنا نسدد بيها ديوننا بكرة الصبح تكون عندك. هتجيبيها لي منه طبعا. هجيبها لك وخلاص. وهتيب ايه؟ وهتيب ايه عشان تاخدي منه كل ده؟ برضه مالكش دعوة. على الأقل هو بيحترمني أكتر منك وعمره ما اتهمني بحاجة وحشة. صحيح الكلام اللي قاله عيسى؟ أنت كمان صدقتي؟ أنا بسألك. اسألي نفسك يا ماما ربيتيني على كده؟ حاجات كتير قوي اتغيرت من ساعة ما اشتغلتي عند ياسر. لو كنت اديته اللي هو عاوزه ما كانش فضل ماسك فيا. هو هيفضل ماسك فيكي كده وانت سايبه لحد امتى؟ اعرفش يا بنتي. حطي نفسك مكان عيسى هتحسي بيه. هو انت يا ماما جايه تبرري لعيسى الكلام السم اللي قاله لي؟ بدل ما كنت تطلعي تقولي له لمي لسانك وما تغلطش في بنتي. عيسى مجروح، ساب الشركه وكان فاكرك هتسيبيها بعديه. انت اغرب ام في الدنيا. واحده غيرك كانت تشجعني افضل مع ياسر وابعد عن عيسى خالص. لو كنت عشتي قد ما انا عشت كنت عرفتي، كنت عرفتي انك محتاجه حب عيسى اكتر من فلوس ياسر. على العموم احنا فيها، لو عاوز يتجوزك اتفضل يتقدم. اهلا وسهلا. يعني انت هتوافقي؟ أرفض ليه؟ جاي من البال؟ عايزك في النور؟
دكتور وسيم. دكتور وسيم. صباح الخير. داليا. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر. ده اتأخرت قوي. أيوة، ما أنت فعلا كان شكلك تعبان امبارح قوي. فعلا. قلت لك الورد اللي أنت بتحبه. طيب أنا هقوم بعمل لك حاجة تشربها قبل ما تكسرش. لا 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 لا، خليكي خليكي. أنا ما بشربش شاي أول ما بصحى عامة. إيه ده؟ مريم؟ الحمد لله على السلامة، أخيراً عملت القسطرة؟ الله يسلمك. قالوا لك إن أنا ركبت دعامة؟ أنا لو أعرف إن أنت محتاج دعم ما كنتش اتجوزتك. مش يمكن اللي أنا فيه ده أنت السبب فيه؟ يا سلام يا أخوي، الحق عليا برضه اللي رضيت؟ بعد إيه؟ بعد ما طلعت عيني. أنت جيتي لوحدك؟ لا يا حبيبي، رانيا تحت بتركن العربية. يا بنت الإيه دي؟ وحشتني قوي، بقالي كتير قوي ما شفتهاش. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا طنط منوره. ايه؟ اظن صحتك دلوقتي بقت احسن شويه. الحمد لله. على فكره طنط، انا قابلت رانيا وهي بتركن العربيه تحت. وقالت لك ايه يا حبيبي؟ مش عارف. اول ما جبت لها سيره جوازنا لقيتها بتقول لي اصبر. طب ما تصبر يا حبيبي. أكيد هي عندها حاجات تانية كتير. صبر جميل. أصبر يا بابا. إحنا المفروض آخر مرة قعدنا مع بعض اتفقنا على كل حاجة، وقلنا هنبدأ صفحة جديدة. جاي دلوقتي تقول له أصبر. اللي بيحصل ده مش طبيعي. في حاجة غلط. كانت قاعدة لازقة فيك وانت نايم على الكنبة وماسك الورد اللي جابته لك وتقولي فهمتي غلط؟ كان ناقص ادخل عليها نايمة في حضنك؟ أنا راحت عليا نومة فهي جت تصحيني. لا يا راجل، هي بقى متعودة تصحيك كده وأنا مسافرة ولا إيه؟ كانت أول مرة تحصل على فكرة. وآخر مرة، عشان مش هتحتاجوا تعملوا كده في العيادة. يبقى خليها تجيلك هنا، لأني ماشية خلاص. وسع. مريم، مفيش داعي لكل اللي انت بتعمليه ده. كله الا الخيانة. انا ما خنتكيش، وبعدين انت ما عندكيش دليل على كده. انا مش محتاجة دليل. كفاية اني شفت بنفسي. مريم! 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 على فكرة وليد ما غلطش لما طلب يتجوزك، بس استعجل قوي. بس ما كانش ينفع تحرجيه للدرجات دي وتسيبيه وتمشي من غير ما تردي عليه حتى. هو اللي كان فاكر نفسه هيحرجني، يعني هو فاكر مثلا انتوا تضغطوا عليا عشان اوافق عليه؟ لا طبعا، هو نفسه ما قدرش يقنعني بكده. وبعدين اسألي سلمى، هتقولك ان هو السبب في اللي حصل لأنكل مختار. ايه ده؟ مالها منفعلة كده ليه؟ عشان هنا مش عايزة نجيب لها سيرة وليد. ليه؟ عشان بتفكر في حد تاني، وللأسف حد مش مناسب ليها خالص. مين ده؟ ولد اسمه عيسى الفقي. عيسى الفقي؟ مش ده اللي اتبرع لك بدمه في المستشفى؟ للأسف كنت فاكره عيل غلبان، بس قاعد يلعب عليها وشكله عمال يشغلها. ازاي؟ ده انا اللي عارفاه ان هو موظف بسيط وعلى قد حاله جدا. ايوه، بس هو طمعان بزياده قوي، مش مكفيه المنصب اللي هو فيه ولا الفلوس. شكله كمان عايز يناسبنا. ده يبقى اتجنن الرسم. هو فعلا اتجنن. انا خدت قرار خلاص همشيه من الشركه. وانت لازم تساعديني يا ماما، ها؟ لازم نخليها ما تفكرش فيه تاني. طبعا.
مبروك، انت حامل في 3 أسابيع تقريبا. أنا عارفة يا دكتورة إني حامل، بس أنا عايزة أنزل البيبي. ليه؟ علشان أنا تعبانة ومش هقدر أحتفظ بالبيبي ده. أنا اللي أقرر إذا كنتي تعبانة أو لأ. أنت متجوزة؟ أيوة طبعًا. وجوزك موافق على كده؟ لأ، هو أنا لسه ما قلتش لجوزي إني حامل. كمان دي جريمة تاني. يعني إيه؟ يعني الإجهاض في حد ذاته جريمة. وانك تجهدي نفسك من ورا جوزك يبقى هيعرف يبلغ عنك ويحبسك. طب هو مين اللي هيقوله؟ انا اللي هقوله. انت في نعمه مش حاسه بيها، ولو فرطتي فيها دلوقتي ممكن ربنا يعاقبك ويحرمك من الامومه طول عمرك. سارة، سارة انت سامعاني؟ عرفت منين ان انا هنا؟ ما عرفتش ولا حاجة. انا كنت مخنوق شوية قلت اطلع اشم شوية هوا على الصبح. انا كمان كنت مخنوقة شوية قلت اطلع اشم شوية هوا على الصبح. اول مرة نتقابل صدفة، مع ان معظم مواعيدنا كانت هنا. فاكرة؟ لا مش. حطي نفسك مكاني. لو حد كلمك وقالك ان انا مع واحده في شقتها كنت هتعملي ايه؟ بعد كل السنين دي عايزه بتشك فيا؟ شفتني ولو مره واحده بس غلطت في حقك فكرت في راجل تاني من اول ما عرفتك؟ انا شفت الدنيا بعينك اتعلمتها منك. ما اعرفش شكلها هيبقى عامل ازاي من بعدك. لآخر مرة هسألك، رحتي له الشقة؟ لو سألتني السؤال ده تاني مش هتشوفني. يبقى نتفق. على إيه؟ تسيب الشغل في الشركة عند ياسر. بقالي كتير ما طلبتش منك حاجة. ما أنا عندي حاجة أديها لك أصلاً؟ عندك. عندك وسيم. وسيم؟ ماله؟ أنا عارفة إن هو بيعزك وبيسمع كلامك. ممكن تخليه يضغط على عيسى يرجع يشتغل معايا؟ هو أنت لسه بتفكري في الموضوع ده بجد؟ عيسى ساب الشغل عند ياسر، وأكيد دلوقتي بيدور على شغل. ايوه بس ساره عمرها ما هتسيبه يرجع لك. ساره ما بقالهاش كلمه عليه. وعرفت كمان ان هم سابوا بعض. ايوه بس هم ممكن يتصالحوا عادي جدا يعني. ما اعتقدش. هو انت عايزه ترجعي عيسى عشان خاطر تضمني ان ساره ما تصالحوش؟ لو كانت بتحبه فعلا ما كانتش فضلت لغايه دلوقتي عند ياسر. انا اول مره اشوفك ضعيفه كده قدام حد. هو انت فعلا بتحبيه؟ ولا انت بس عايزه ترجعي له عشان ما تتهزميش قدام نفسك؟ عيسى مش هيستريح غير معايا انا. عيسى بيحب ساره وعمره ما يعرف يسيبها. انت هتخسري ايه لو انت قلتي لوسيم؟ انا وسيم ما بنتكلمش مع بعض. ليه؟ سيبنا بعض خلاص. سبتيه؟ من امتى؟ مراته يا ستي رجعت من السفر وبتتهمني ان انا عايزه اخده منها. وهو انت ما كنتيش عايزه تاخدي منها؟ لا طبعا. بس بتحبي؟ بحبه قوي. هو اكتر واحد فاهمني. بحس كده ان انا مطمنه معاه دايما. ما كانش المفروض تسيبيه. طب ومراته؟ لو بيحبها ما كانش حب. انا ما اعرفش اصلا اذا كان هو بيحبني ولا لا. خلاص
تفضلي عنده لحد انت ما تعرفي. ايوه بس كده انا هكون باخده منها. مالكيش دعوه بيها هي خالص. سيبيه هو اللي يختار بينك وبينها. لا 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 لا، انا مش هقدر اعمل مع وسيم اللي انت عايز تعمليه مع عيسى. متأكد انك هتيجي. هي فين؟ داليا؟ ما تنطقش اسمها على لسانك قدامي. خلاص خلاص، هي على العموم سابت العيادة. انت اللي مشيتها؟ اه بصراحة الكذب خيبة، هي اللي مشيت لوحدها. ليه؟ ما كنتش قادر تمشيها بنفسك ولا ايه؟ المهم انها مشيت بقى وخلاص. مشيت ليه؟ يا بتقول انها مش عايزة تفرق بينا. حرام، تصدق الدمعة هتفر من عيني. خلاص بقى، خلينا ننسى الحاجات دي ونركز مع نفسنا شويه. وهو لو انت كنت مكاني ورجعت من السفر لقيت واحد لازق جنبي على السرير، كنت عادي هتنسى؟ اساسا عمري ما بسافر واسيبك. بعدين خلاص بقى، انا قلت لك ان انا غلطان، مستعد اصالحك اي تغيير. سفريه كده من سفرياتنا بتوع زمان، بتوع شهر العسل، فاكره؟ ازاي ما بنجيش الا على الفسحه؟ كان زمان. ليه بس؟ طب قولي لي صالحك بإيه؟ أنا مش جاية عشان تصالحني يا وسيم، أنا عايزك تطلقني. مريم ما تخليش الانفعال. لا 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 لا، أنا مش منفعلة خالص، أنا جاية أكلمك بكل هدوء وبعد تفكير طويل. وسيم، احنا ما ننفعش مع بعض. انا خلاص ما بقتش اثق فيك، فلو سمحت طلقني. انا ليه كنت حاسس ان انت هتيجي قبل الاجازه الغلسه اللي انت طلبتيها دي ما تخلص؟ يمكن مثلا عشان وحشتك زي ما انت وحشتيني. اتفضل. ايه ده؟ افتح عربيتك. قصدك عربيتك؟ انت معاكي رخصه باسمك على فكره. انا عملت لك توكيل بالبيع، وكل اللبس والحاجات اللي جبتها لي انا سبتها تحت مع السواق بتاعك. ليه يا ساره كل ده؟ انا زعلتك في حاجه؟ انا اللي ما عرفتش اعمل اي حاجه بصيتك بيها، ما قدرتش ادفع لك ثمن كل اللي جبته لي. وانا اصلا مش مستعجل. وعلى فكره انا مش زعلان عشان سبتيني في الشقه ومشيتي. بالعكس، انا كنت متاكد انه مع الوقت هيتاكد ان انت محتاجاني زي ما انا محتاج لك بالظبط. انت محتاجني في الضلمه وانا بخاف منها. طيب تعيشي في الضلمه وانت معاكي كل حاجه، ولا تعيشي في النور وانت معاكيش اي حاجه؟ وانا في الضلمه مش هدور غير على النور حتى لو معايا الدنيا كلها. كنت قولي لي، كنت قولي لي يا ساره بدل ما تسيبيني وتهربي. وعلى فكره احنا لسه قدامنا وقت كبير. صعب قوي. لا يا ساره، مفيش حاجة في الدنيا كلها صعبة. وبعدين مش جاهز مع الوقت. أحس إن أنا فعلا مش قادر أستغنى عنك، وأبقى عاوز أتجوزك في النور زي ما كنت عاوزة بالظبط. ده لو أنا قدرت أستغنى عن عيسى. أنا مش هكدب عليك، أنا ضعفت قدام كل حاجة أنت جبتها لي، وكل حاجة وعدتني بيها، وأنا متأكدة إنك هتقدر تنفذها. حاولت أهرب من إحساسي بعيسى، حاولت اوهم نفسي ان انا كل اللي بعمله ده لمصلحته هو،
بس ما قدرتش. أنا عايشة بحبه ليا وبحبي ليه. أخاف أتجوزك وأفضل أحبه. ساعتها هبقى خسرتكم انتوا الاتنين. دي استقالتي. أنا متأكدة إنك هتقبلها. وأكيد هيجي يوم وتفهم أنا عملت كل ده ليه. Thank you.